شقة غرفتين وصالة في مجمع زراي كروبار، نظام دوبليكس مع 2 حمام، مطبخ أمريكي كامل من الأجهزة. عندي أنا في الأول ده هنا دولاب، عندي هنا ده حمام ضيوف، هاجي بعد كده عندي دي الصالة مع المطبخ زي ما قلت لكم نظام أمريكي. المطبخ في الفرن، البوتاجاز، الشفاط، وغسلت الصحون. طبعا الشقة معها حديقة خاصة، هي دي الحدود بتاعت الحديقة كده، من هنا كده. شقة دوبليكس، هي الدرون دور كده، هنكمل التصوير من الداخل. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق، فوق غرفتين معاهم حمام وفي بلكونة. عندي هنا دي غرفة، عندي هنا ده الحمام، ده هنا مكان للغسالة الملابس. هاجي بعد كده دي الغرفة التانية، فيها بلكونة. مساحة البلكونة كويسة، هي دي الحديقة اللي تحت كده.